بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. الآية 89 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. 80 من سورة الإسراء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الأعزاء الأفاضل، أيها الأحرار في كل مكان، بياني حول ظهور القائد صدام حسين. أود أن أتوقف مع حضراتكم في عدة نقاط لو أذنتوا لي. النقطة الأولى إن البيان اللي أنا قلته في البداية عن ظهور السيد القائد صدام حسين إنما هو بياني أنا. البعض بيتساءل أو بيستغرب أو بيضع لنا تعليقات، سواء مكتبنا بيقول لي عليها على الفيسبوك أو على الفيديو في اليوتيوب أو غيره، فبيقولوا هو القائد عمل البيان. لا، ده بياني أنا، بيان أنيس الدغيدي الكاتب والصحفي، مش بيان السيد الرئيس. لا، هو بيان هو يبقى يقوله بنفسه أو إحنا نقوله معاه، يعني زي ما وعد سيادته، ده موضوع تاني. لكن اللي أنا قلته هو بياني أنا، خاص بأنيس الدغيدي، بياني أنا شخصيا عما رأيت وشاهدت وسمعت بعيني وأذني. ثانيا، البعض بيتعجل ظهور القائد وبيتعجل وبيتساءل عن الحوارات اللي أنا أجريتها مع سيادته أو الأسئلة أو كلامي أو 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 أو. عاوز أقول لحضراتكم فيما يخص الحوارات في نشرها في الصحافة العالمية أو الصحافة العربية، لازم تعرفوا حضراتكم أنا بطلعكم على كل حاجة من باب مش بس تأمين نفسي ومش من باب إعلان ما يحدث، لكن في المقام الأول تنبيه لحضراتكم وإعلام وبيان وتوضيح علشان تعيشوا الصورة معايا. في اختراع دايما بقوله لكم اسمه الاستراتيجيات، الخطط العسكرية والتمويه والخداع الاستراتيجي العسكري. في نقطة تانية اسمها لعبة السياسة ولعبة المخابرات واللعبة الدولية. في نقطة تانية اسمها المحاورة والحوار والدهاء والنقاش وأبعاد أخرى لما تريد وأشياء كثيرة. في اختراع آخر يعني آمل إن ما يكونش غايب عن ذهن حضراتكم، اسمه مصلحة القائد وحياة القائد. القائد مش كان مختفي؟ يعني ناس بتسألني تقول لي ما يظهر بقى يلا كده ويلا بينا بقى. ما ينفعش، هو الراجل كان بيزور، كان بيصيف أو بيشتي. ده راجل كان مطارد من 34 دولة في وقت من الأوقات، وبعدين بقى 100 دولة، وبعدين بقى العالم كله. يعني ده راجل مطارد، مش رجل قاعد آمن في مكان، لا، رجل مطارد من قوى دولية. فظهوره وفقا لشروط، والسيد الرئيس الحقيقة وضح لي يعني شرط، وأنا قلت لحضرتكم، لكن مشاعركم الرقيقة والمهذبة بتتعجل النتائج فبتنسى كلامي. السيد الرئيس قال إن ظهور سيادته مرتبط بمعركة ستحدث وسينتصر فيها القائد العظيم صدام حسين بإذن الله، بفضل حضراتكم كلكم، بفضل قيادته وجيوشه ورجالته اللي معاه، بفضل كل حاجة. لكن الظهور مرتبط بأنه لازم يظهر منتصر. في المكالمة اللي اتكلم فيها مع السيد حسن العلوي لما قال سنظهر ظهور الفاتحين المنتصرين، ما ينفعش يظهر يقول لكم ايه، قالوا ايوه هي نجيت. ليه؟ هو يعني احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن قائد كبير، بنتكلم عن حلم، بنتكلم عن نقلة تاريخية الأمة، بنتكلم عن قيادة واعية، بنتكلم عن جيش كبير، بنتكلم عن دولة عظيمة، بنتكلم عن أمة جميلة وعظيمة ورائعة.
فآمل الانتباه لهذا الموضوع. بالنسبة للمفاوضات، هناك مفاوضات لا تزال قائمة بيني وبين صحافة عالمية كبيرة وعربية، لكن هم للأسف، أحب أطلعكم بمنتهى الصراحة على ما يمكن أن أقوله لحضرتك، الأجهزة الأمنية العالمية محترمة جدا وواعية جدا وبتتعامل كده فيس تو فيس بوضوح متناهي. هم عارفين وأنا عارف إن هم بيقودوا اللعبة الإعلامية، وهم عارفين وأنا عارف إن اللي بيفاوضوني أجهزة مش إعلامية، وفيهم فرد واحد إعلامي والباقي أجهزة أخرى، وهم عارفين وأنا عارف إن أنا مش هعطيهم إلا اللي أنا عاوزه، وهم عارفين وأنا عارف إن عصر الضغوط اللي أنتوا بتقولوا عليها، يعني واحد يقول لك إيه؟ هما يعني ما ممكن يمسكوه، هما ما بيموتوكش لغاية دلوقتي ليه يعني؟ الله، أنت رايح تسأل خالد بن الوليد، يعني أنا مش خالد ولا حاجة، لكن رايح تسأل خالد بن الوليد أنت مت ليه في سنة 20 هجرية بالطاعون، ما قتلتش ليه في معركة؟ يا أخي ده ربنا عاوز كده. يا أخي هو بيقاتل، وبعدين يقول لك لا يبقى أنت شاريينك، بالدنيا عمارة. أنا هاجمت أوباما وبكتابين في أوباما، أوباما مسلما وكتاب تاني أيام أوباما السوداء، كده يبقى أنا شغال تبع أوباما. هاجمت جورج دبليو بوش بكتابين، كتاب الحياة السرية بتاريخ بوش الأسود السري بالكامل، عائلة بوش كلها، بوش وأبوه. هاجمت السياسة الأمريكية في كل وقت، هاجمت السياسة المصرية في شخص السيسي وفي شخص محمد مرسي، هاجمت كل الأنظمة اللي ما بتعملش تابعة لشعوبها، بهاجم بشار الأسد إلى يوم القيامة. أنتوا يعني في ناس مش مستوعبة، وأنا ما بزعلش بس أحمل كتير أوي. المهم، فأنا مقدر مشاعر حضرتكم، مقدرها، لكن عاوز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآيات 57 و58 من سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. الظالمين اللي بيدخلوا يقولوا تعليقات سيئة، أنا بقول للشيعة عيب، احترموا نفسكم، أنتم خرجتم على الإمام علي رضي الله عنه اللي إحنا بنقدره وبنحبه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج السيدة العظيمة أحد الأربعة العظيمات في كوكب الأرض، خير النساء السيدة فاطمة رضي الله عنها، وجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جد ولديه الحسن والحسين، ونحن نقدر بيت النبوة أكثر مما تقدرون، وأنتم خرجتم عليه في صفين، وفي موقعة الجمل، وعقرتم جمل السيدة عائشة، وفعلتم الأفاعيل منذ الصفة حتى بكرة، وأنتم تقاتلون الإسلام، وأنتم قتلتم الحسين، ثم تسألون في الحرم هل قتل البعوض حلال في الحرم أم حلال؟ استوعبوا أرجوكم، استوعبوا قسمتم الأمة، كفاكم إساءة إلى هذه الأمة. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. هلو، السلام هلو عليكم. هلو، السلام عليكم. أنيس الدغيري معي؟ أي نعم، نعم مين؟ أنا هسه شفت الفيديو مالك باليوتيوب. أهلا وسهلا، اتفضل. بس حبيت أقول لك قال عن دين ربك لا ورب صداما، وعندي خاوية جاهزة حتى تاكلها. مع السلامة. وإيه تاني؟ السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. هلو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أنيس الدغيري معي؟ أي نعم، نعم مين؟ أنا هسه شفت الفيديو مالك باليوتيوب. أهلا وسهلا، اتفضل. بس حبيت أقول لك قال عن دين ربك لا ورب صداما، وعندي خاوية جاهزة حتى تاكلها. مع السلامة. وإيه تاني؟ كفاكم، أرجوكم، أريحوني منكم بكل ما يمكن أن تتصوروه، ألفاظكم السيئة تبلغني، كلامكم السيء يبلغني، مكتبي يقول لي أشياء كثيرة لا أحب أن أذكرها، عيب، عيب. سيخرج القائد بإذن الله سبحانه وتعالى وسيرد عليكم ردا مبرحا، وكذب الذين من قبلهم
وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. 45 من سورة سبأ. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير، إن هو إلا نذير، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 45 و46 من سورة سبأ. تريدون المزيد؟ تريدون المزيد؟ عندي مزيد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. أرجوكم لا تستعجلوننا، لا تستعجلوننا أيها الإخوة الشيعة، واحترموا أنفسكم. كفاكم، كفاكم خبط عشواء، كفاكم تدمير في الأمة، كفاكم تدمير في العراق، كفاكم تدمير وعبث في الخليج، كفاكم ما فعلتم، كفاكم ما فعلتم. فانتظروا، صدام حسين قادم، صدام حسين لن يرحمكم. عمري 55 سنة، لا أهزل ولا أكذب ولا أقامر بتاريخي كله، لا من أجل صدام ولا من أجل ألف صدام. التقيت بصدام حسين الأصل مرتين، الأولى 2010 والثانية في 2014. صدام حسين حيا وقد أقسم ليمرغن شواربكم في الوحي، وإني أصدقه، وإني قرأت بشارات صدام في جميع الكتب السماوية. بقيت كلمتان. الكلمة الأولى اللي هقولها، بعض بيقول لي يدخلوا ويقولوا إحنا رجال صدام، إحنا رجال الحزب، صدام لما يظهر يعمل انقسام في الإدارة والقيادة. نعم يا أخويا، انقسام في مين؟ أنت مين حضرتك بتقولي؟ أهو كلمني كده يمكن تكون مش شايفني. انقسام في مين يا أخويا؟ حزب إيه يا أخويا؟ انقسام في مين يا أخويا؟ انقسام؟ أنا هستحمل الإضاءة شوية وأكلمكم كده. انقسام في حزب صدام؟ انقسام؟ عيب، عيب. هكلم حضراتكم في حاجة مهمة جدا. عارفين محاكمة نورنبرج سنة 1900 في شهر 11 سنة 1945 لغاية شهر أكتوبر سنة 1946 لمحاكمة رموز وقادة الحزب النازي ورجال هتلر؟ انا والله ما كنتش عاوز اتكلم، بس هقول عشان اكسفكم، عشان عيب. اللي بيحبوا صدام حسين هم الشعوب العربية. في ناس من الحزب محترم، اغلبهم اللي ما شافش صدام حسين وما سلمش على صدام حسين، لكن 99.9% خانوا صدام حسين. عيب. في المحاكمات انا هكلمكم اذا اذنتولي، بس عشان الاضاءه هكلمكم عن محاكمات اللي حصلت لرجال، رجال ايه؟ رجال النازيه. هتقولوا بتشبهنا بالنازيه، شايف؟ لا 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 لا، مش بشبهكم حد، انا عاوز اتكلم عن المحاكمه عشان بس الواد الكذاب الممثل مشخصات بتاع المحاكمه اللي عارف نفسه القزم ده. هتلر انتوا عارفين انه كان قائد نازي وموسوليني كان قائد فاشي. لما حدثت الحرب
وانتصرت الإرادة الأمريكية، غيرت إرادة الحلفاء، عملوا ما يسمى بمحاكمات إيه؟ نورنبرج في شهر ديسمبر سنة 1945. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان في محاكمة قبليها سنة 1921 اللي هي محاكمات إيه؟ بيسموها محاكمات لايبزيج بعد الحرب العالمية الأولى. ما أصل بعد الحروب المنتصر بيقوم لشروطه وبيفرض كلمته وبيقول محاكمات وبيفرض ايرادات وبتكون معركه ايرادات، فبينتصر. بما انه انتصر عسكريا بينتصر بقى في كل حاجه، فبيقيم محاكم وبيقيم مجالد وبيقيم مشانق وبيعمل اللي هو عاوزه. في اواخر سنه 43 1943 ميلاديه حصل في اجتماع، انا عاوزكم تركزوا معايا قوي، ارجوكم ارجوكم خلي بالكم شوية. في اواخر سنه 43 1943 ميلاديه حصل في اجتماع، انا عاوزكم تركزوا معايا قوي، ارجوكم ارجوكم خلي بالكم شويه بعد اذنكم، عشان تعرفوا الدور الايراني متغلغل في العالم شكله ايه. استوعبوا استوعبوا، ما تخضوش. اللي مش مستوعب كلامي دلوقتي هيفهمه بعدين في المستقبل. سنه 1943 حدث اجتماع ثلاثي كبير جدا ما بين الرئيس الامريكي فرانكلين ديلانو روزفلت وما بين الرئيس الروسي او الدكتاتور الروسي الكبير جوزيف ستالين وما بين رئيس الوزراء التاريخي البريطاني وينستون تشرشل. الثلاثه قاده القيادات المنتصره الكبيره بتوع الحلفاء. الاجتماع ده حدث عارفين فين؟ في طهران، في العاصمة الإيرانية طهران. ليه؟ لتحديد موضوع محاكمة رموز هتلر بعد نهاية الحرب. تصوروا تصوروا طهران صانعة هذا، هي التي أيضا كانت صانعة فيلم محاكمة صدام حسين الشبيه باللعب مع الولايات المتحدة الأمريكية والشيعة. ارجعوا للتاريخ، أنا بكلم حضراتكم بمعلومات، بتاريخ، بوعي، بكلمات، بحروف، بأرقام. 1943 عملوا الاجتماع التاريخي في أواخر ديسمبر. جوزيف ستالين الحقيقة راح جاي في الاجتماع وقايل أنا بفكر إن إحنا نعدم 50 إلى 100 ألف من ضباط الأركان الألمان لما ننتصر عليهم. الحقيقة فرانكلين ديلانو روزفلت راجل لذيذ فضحك، قالوا لا انا شايف انهم ما يبقوش 50,000 يعني يبقوا 49,000 بس. قالوا ايه ده؟ ايه يا استنى انت مجنون ولا ايه؟ يا عم لا ما ينفعش. المهم جه فرانكلين ديلانو روزفلت مات سنه 1945 وجه الرئيس الامريكي هارولد رومان وحدثت الاتفاقيه الكبيره على ان لازم يبقى فيه ايه؟ محاكمات للالمان. بدات المحاكمات على ما اذكر يوم 20 نوفمبر 1945 في مدينه نورنبرج في بافاريا. 24 متهم، هم عملوا ثلاث دفعات للمحاكمات، دفعه فيها القاده العسكريين ودفعه فيها الاطباء اللي كانوا بيجبروا الناس اللي هم بتوع الاسرى على القتال وعلى الوضع، ومجموعه ثانيه لقيادات اخرى في الحزب وفي الحزب النازي والفاشي. الله، شوف بقى عندك 24 قيادة كبيرة بتحاكم على رأسها هيرمان جورينج. هيرمان جورينج النائب والقائد مع هتلر. يواخيم فون ريبنتنبورغ، رودولف هيس، ألفريد روزنبرج، هانز فرانك، فريتز ساوكل، والأهم ألبرت شمير وغيرهم. تعالوا بقى أقف معاكم على المحاكمه اللي انتوا بتقولوا عليها بتاعت صدام حسين بتاعكم الشبيه، وعلى المحاكمه بتاعت نورنبرج. المحاكمه بتاع نورنبرج
بتتناول أربع تهم خطيرة جدا. واحد، التآمر. التآمر. اتنين، جرائم ضد السلم. تلاتة، جرائم ضد الحرب. أربعة، جرائم ضد الإنسانية. محكمة بجد، مش تمثيل، مش تشخيص، مش إخراج، مش سيناريو وحوار، محكمة حقيقية. طيب محكمة صدام حسين إياه الشبيه كانت بتحاكمه في إيه؟ عشان نعرف نشوف بعض. محكمة صدام حسين كانت بتحاكمه في إيه؟ عارفين اللي أنتوا بتقولوا عليه صدام حسين اللي هو فواز العميري الشبيه. صدام حسين يعني كأنهم مسكوا هتلر، هما بيشبهوه بهتلر وموسوليني. ها؟ وبعدين بقى لما اختلفوا مع ستالين شبهوه بستالين برضه، قالوا مجزر. طيب انتوا عارفين ايه التهم اللي وجهت للشبيه في المحاكمة؟ لا تآمر ولا سلم ولا حرب ولا إرهاب ولا جرائم ضد الإنسان، ضد الإنسانية، إنما جريمة هدم مجموعة بساتين وشوية أشخاص اتعوروا ولا اتضربوا في حادثة الدجيل اللي كانت في 7 يوليو 1982 لما صدام حسين راح قارة الدجيل اللي بتبعد 40 كيلو عن بغداد، وحدث محاولة الاغتيال يوم 7 يوليو سنة 1982. الناس اللي معه صدام هدوا مجموعة بساتين وضربوا مجموعة ناس، وده اللي كان بيتحكم فيها نظام دولة. بالله عليكم مش حاجة تكسف، بالله عليكم مش مسخرة. طيب سيبونا من ده، تعالوا بقى. انا هقف الجماعة اللي هم بيقولوا احنا مش خونة، السادة اللي بيقولوا احنا مش خونة اللي مقيمين في العواصم بتاعة الأردن زي الواد السفيه إياه ده وغيرهم اللي في أمريكا وبريطانيا وغيرها وغيرهم كتير. على فكرة مش كل الناس اللي في العواصم ولا في القاهرة ولا في غيرها ولايات الأدب، في ناس هاربة من الحياة لظروفها الخاصة، وفي ناس عملاء، وفي ناس أجراء، وفي ناس مظبطين اللعبة، وفي ناس بيتاجروا في موارد الجهل وبياكلوا على موائد كل المواد. عاوز أقف فيكم بقى في بعض الملاحظات في محاكمة نورنبرج. في واحد اسمه هانز فريتش، ده وزير الدعاية الألمانية، بس مش اللي هو ايه اللي هو مش جوبلز، حد بعد جوبلز. عارفين ده ايه؟ ده خط براء، ده كان رئيس قسم الاخبار في وزارة الدعاية، رئيس قسم الاخبار. بس عمل ايه؟ ده خط براء. طب يا سيدي يعني عندك محكمة نزيهة. واحد تاني اسمه فرانز فون بابن، ده كان ايه؟ ده كان مستشار له من سنة 32 وبعدين اشتغل نائب له للراجل ده، وبعد ما يوديه سفير في النمسا وتركيا. الراجل ده اتبرع. عارفين ايه اللي حصل؟ الراجل ده ما باعش صدام حسين، رغم ما باعش هتلر رغم البراءه، ما باعوش. طيب واحد تاني اسمه هيلمر شاخت، ده كان رئيس البنك المركزي واشتغل وزير الاقتصاد ايام الحرب، ده خد براءه برضه، ما خانش هتلر. في واحد اسمه رودولف هيس، عاوز اقف معاكم بقى مع رودولف هيس ده. رودولف هيس فقد عقله واتجنن اثناء المحاكمه، ويسالوه عشان يفتن او يقول معلومات او يدل على معلومات تضر اخوانه ورفاقه في الحزب النازي، النازي مش حزب البعث، يبقى مجنون قبل السؤال ولما يسالوه يعقل. اقروا التاريخ، اقرا التاريخ اللي بيقول لك والله يحصل انقسام في القياده الحزبيه. انقسام مين يا هلا؟ فين يا هذا الحزب ده يا هلا؟ انقسام في ايه يا ابني؟ انتوا شاربين حاجه؟ ومع ذلك خففوا عليه حكم الاعدام الى حكم بالايه؟ بالمؤبد مدى الحياه رودولف هيس. شوف شوف برضه فيه نظره انسانيه في المحاكمه، وفيه نظره عقليه واخلاقيه له ولحزبه. اتعلموا التاريخ، اقراوا التاريخ. تعال بقى شوف واحد تاني اسمه ألفريد يودل. الراجل ده بعد ما اعدم تم تبرئته سنة 53. عارف ده معناه ايه في المحاكمة؟ معناه ان في محاكمة حقيقية، ان انت قدام محاكمة حقيقية، مش محاكمة تمثيل بمشخصات اسم فواز العمير شبيه، لا محاكمة حقيقية. وبعدين لما يحكم عليه ويعدم يجوا يعملوا المحاكمة من تاني لان في جدية، فيثبت براءته بعد الايه؟ بعد اعدام. ارجعوا للتاريخ، احنا مش بنخترع. تعال بقى اشوف حاجه تانية.
في حد اسمه جوليوس سترايخر، ده في المجموعة اللي اتحكم عليها بالإعدام، ما هم كانوا 24 واحد، حكموا على 14 بالإعدام وثلاثة خدوا براءة والباقي خدوا أحكام بتتراوح من 10 ل 15 لمؤبد. جوليوس سترايخر خد إعدام، ليه؟ إيه التهمة؟ بتهمة اضطهاده لليهود، إذا المحكمة برضو فيها عنصر التسييس خص اليهود. طيب، إحنا بنعمل ملاحظات وبعد كده هنتكلم. روبرت لي، حد اسمه روبرت لي، ده كان زعيم الجبهة الألمانية يعني بشكل جبار جدا في المعركة. الراجل ده انتحر قبل بدء المحاكمة. ليه؟ عشان لا يشي برفاقه في المحاكمة. شوف الشرف. اديني بقى حد عنده شرف في المحاكمة لكذوبة. لأنها فيلم هندي. واحد اسمه إيريش رايدر. الراجل ده خد سجن مؤبد مدى الحياة. والراجل ده كان قائد البحرية الألمانية لغاية سنة 43. إيه اللي حصل؟ شوف دروس، دروس وعبر اتعلمه. مش بقول لحضراتكم اتعلموا، أنا بقول للمعترضين ويقولوا الانشقاق داخل الحزب ساعات. انشقاق إيه يا ابني؟ انشقاق إيه يا مهبول أنت وهو فاقد الذاكرة؟ انشقاق إيه؟ الله، أنت زعلان إن القائد بتاعك يبقى عايش ويظهر؟ زي الجماعة اللي يقول لك المشكلة كلها هم عايزين يسحبوا اللحظة من صدام حسين. اللحظة؟ لحظة إيه يا عبيط؟ إيه هي اللحظة دي؟ يقول لك وقف شهما وكبيرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنا لها. نعم يا أخويا، نعم يا أخويا، هي دي بقى اللحظة؟ وبقية اللحظات اللي بيتضرب على قفاها دول اللي ورناها لكم 100 مرة. ده مش ما صدام حسين ما يضربش على قفاها. صدام حسين لما يقف في محاكمة يحاكم هتلر، مش يحاكم محاكميه بس. انتوا فاقدين الذاكرة. طيب، إيريش رايدر عارفين عمل ايه؟ اللي هو قائد البحرية الألمانية وهو بيتحاكم، وقف كده وقال لهم من فضلكم، لما بيقولوا له بيقولوا له مؤبد مدى الحياة، قال له لا مش عاوز مؤبد، أنا عاوز إعدام. ايه ده؟ حد يقدر يقولها؟ وقف كده، أنا عاوز إعدام، مش عاوز حكم مؤبد، أنا عاوز إعدام عشان أنا راجل. طب ليه عاوز اعدام؟ قال عشان الحق بسيدي. سيدي مين؟ ادولف هتلر الزعيم. شوف قد ايه الاخلاص للزعماء. الحقيقه انا عاوز اقف مع حضرتكم وقفه قصيره جدا، او اسال سؤال في جمله اعتراضيه اذا سمحتوا لي. القاضي راسكار محمد امين، الراجل ده استقال او انسحب او اعتذر من المحاكم. السؤال ليه؟ سؤال تاني اذا اعتبرنا ان ده الف من السؤال، باء، ما هي مصوغات واسباب اعتذار او انسحاب القاضي رزقار محمد امين من المحاكم؟ انا الحقيقه النص اللي قاله الراجل نص مؤثر جدا. انا هقول لكم الراجل قال ايه فيه. الراجل بيقول للتاريخ فإنني أضع أسباب كبيرة بين أيديكم، حسب ما أنا فاكر كلامه، راجيا تحقيق العدالة في عراقنا الحبيب. أسباب إيه؟ أسباب انسحاب. فبيقول إيه؟ ده تاريخ. قال إيه في أسباب انسحابه؟ بيقول نصا أنتم تعلمون سعادتكم، وهو أصلا مقدم الكلام ده لمين؟ للسيد رئيس المحكمة الجنائية العليا، وبقول له ان انا عاوز انسحب واقدم استقالتي من اداره محاكمه الرئيس صدام حسين والاخرين الذين معه، واستقاله مسببه. من ضمن الاسباب قال له ايه؟ شوف معايا ركز، بقول له انتم تعلمون سعادتكم مدى فداحه الضغوط التي تمارس على اداره المحكمه من قبل السلطه الحاكمه الحاليه. ضغوط دوليه وسلطويه لا يمكن للفرد ومهما يكن ان يتحمله، ولا يمكن لأي فرد يملك قليلا من الشرف أن يتقبل. ده واضح إن الواد بتاع المحامي ده عنده شرف، حاجة من الاتنين، يا الواد المحامي ما عندوش شرف، يا الراجل محمد راسكار اللي انسحب هو اللي ما عندوش شرف. ما هو اللي يستمر في محاكمة هزلية يبقى ما عندوش شرف، واللي يخرج منها يبقى عنده شرف. نكمل، الراجل قال إيه؟ بيقول له فهؤلاء يا صاحب السعادة، بيتكلم رئيس المحكمة الجنائية بتاعتهم، لا يريدون محكمة تحاكم الرئيس صدام حسين. هو حر بقى متصور ان الرئيس، مش ده موضوعه هو، لكن
الراجل بيتخذ موقف، بيسجل موقف للتاريخ زي ما قال، بيقول له ايه؟ واصحابه بل يريدون منا ان ناخذ، خلي بالكم مره ثانيه، ان ناخذ دور ممثلين في مسرحيه يتم تاليفها واخراجها من قبلهم. نو كومنت، مش هعقد. شايفين؟ شايفين؟ الراجل سمى الموضوع الايه؟ مسرحيه. عاوزيننا ممثلين في مسرحيه هزليه من اخراجهم ومن تاليفهم. مش انا اللي قلت كده، ده قال الكلام ده السيد رزقار محمد امين، القاضي اللي كان بيحاكم من يقال ان هو صدام حسين. اذا انا اللي يعنيني هنا في مشخصاتيه، يبقى كل اللي موجودين في اللعبه ممثلين في مسرحيه مخرجه ومؤلفه من قبلهم. طب السيد محامي خايب الرجا السفيه دوره كان ايه؟ يعني كان بطل ولا مساعد بطل ولا كومبارس ولا ايه؟ المهم انه مشخصات، مش كده؟ طيب نكمل لحضرتك اذا سمحتوا لي. في نورنبرج ايه اللي حصل؟ في نورنبرج اللي حصل ان بقى في اربعه قضاه من اربع دول، انجلترا، فرنسا، الولايات المتحده، روسيا، بريطانيا. انجلترا، فرنسا، الولايات المتحده، وامريكا. اربع محامين وممثلين الاتهام اللي هم ايه؟ وكلاء نيابه ودنيا مسؤوله ومحاكمه بجد للتاريخ. لا والغرابه ايه بقى؟ محاكمه على الهوا بث مباشر. خلي بالك التلفزيون لسه ما كانش اتعمل، لكن قدام الناس بتتفرج. الناس واقفه كده بتتفرج كانه عرض سينما في الشارع، ومناسبه السينما بيصوروا الفيلم ويعرضوه بعد 20 دقيقه في جميع السينمات، يعني في جميع دور السينما. ده ايه ده؟ ده ايه ده يا سيدي؟ انت قدام محكمة حقيقية، مش محكمة هزلية، مش فيلم هندي بشهادة القاضي نفسه اللي انسحب. يقول لك مسرحية هزلية فيها تأليف وتشخيص ومعزلنا ممثلين في أدوار. انسحب الراجل عشان عنده شرط. يبقى اللي فضلوا فيها بما فيهم صدامهم فواز العمير ما عندهمش شرط. دي مش قضيتنا. طيب احنا هنا بقى قدام محاكمه رائعه اسمها محاكمه نورنبرج. الراجل هارت رومان بعد موت فرانكلين ديلانو روزفلت، ما هو روزفلت ده حكم اربع مرات، منهم المره الاخيره كان على كرسي متحرك شبه مقعد، اللي عمل طفره في امريكا بعد الكساد اللي حصل في الاواخر من سنه 29 بعد الكساد العظيم والحدوته دي كلها لغايه 31، لغايه ما جه في عام 32 وعمل خطوه وخطه طموحه وواجه الكساد. فعشان كده عشان اول رئيس واخر رئيس اعتقد يحكم اربع دورات بالاكرام، ما تسيبناش احكم. فلما مات جه هارت رومان وعمل المحاكمه للناس دول. ايه اللي حصل؟ امريكا بقى بتخطط، قالت لك انا عاوزه خطه تعدم حاجه اسمها المانيا. وعشان كده بتقول لك انا عاوزه خطه تعدم حاجه اسمها العراق. فوضعوا خطة اسمها خطة ايه؟ مورجانتو. مورجانتو ده الراجل ده اسمه هنري مورجانتو، ده كان وزير المالية فين؟ في أمريكا. فوضع خطة بتعتمد خطته على السيطرة على الأقاليم الألمانية كلها واحتلال المواد الخام واستيلاء عليها وتصديرها لأمريكا، وما يبقاش عندها أي لا ثروة صناعية ولا زراعية ولا أي حاجة، إلا تبقى دولة كده بالإيه؟ تشتغل بالفاس فلاحة على قدها. ومع ذلك نهضت المانيا وبقت دوله عظمى. نهضت المانيا الان. فما فيش حاجه باقيه لكن العظماء يبقون. طيب ايه اللي حصل؟ نفس اللي بيحدث ده حدث مع العراق. هدم العراق كامل. هم هناك في محاكمه نورنبرج كانوا بيحاكموا الفكر النازي. هم في العراق ما كانوش بيحاكموا الفكر البعثي. ولا حاكموا الحزب. ولا ليه؟ لان مفيش صدام. فهم بيحاكموا مجرد رمز كرتوني عشان يخوفوا بيه مين؟ الكوكو واوا الحكام العرب. عشان كده الاخ معمر القذافي راح مسلمهم اكتر من 3300 راس نووي وعامل لهم ركوع وسجود. اتفضل يا فندم. وتسلموا على يدي وانا عارف مع توني بلير وسيف الاسلام وانا عارف وموجود.
وحضرت مباحثات. اذا المسألة لا، في فرق، في حاجات بتتشابه في مصائر الشعوب، لكن في امور اخرى كبيرة جدا جدا. تعال شوف حاجة عاوز اقولها لكم في المحاكمات. الراجل اللي هو الرائع، الراجل المبدع جيورينج، نائب هتلر، وكان قائد الطيران الالماني وكان نائب هتلر، عمل ايه؟ الراجل ده وقف جنب رجالته في المعركه اللي هي معركه المحاكمه، وقال لهم مفيش حاجه اسمها خيانه، مفيش، كلنا حتى الموت مع الزعيم، رغم ان الزعيم مات مش مقبوض عليه واقف معاهم في المحاكمه التمثيليه اللي هم فاكرينه كده، لا ده الزعيم انتحر. وخلي بالك ان الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا وروسيا في ثلاثه ما قدروش يحاكموه، ودي ملاحظه جبار لازم تعرفوها. ادولف هتلر الزعيم انتحر، باتريك هيملر رئيس الجستابو شرب سم وانتحر، هتلر ضرب نفسه بالرصاص، جوبلز عمل ايه عشان تعرفوا الزعيم ويعني ايه يبقى عندك مبدا. انا على فكره مش بعثي ومش هبقى بعثي، والناس بعض الناس تدخل تقول يا رفيق، يا ابني انا مش رفيق ولا احزنون، يا ابني انا مش رفيق معاك في حاجه خالص، هو لا انا مسلم مصري عربي عروبي بحب امتي كلها، بحب عبد الناصر وبحب صدام وبحب السادات، بحب القاده القاده، بحب الملك فيصل بعشاوي، وبحب الشيخ زايد بعشاوي، بحب محمد بن راشد المكتوم جدا. ففي قاده كده تحبهم قوي، لكن انا مش واخد دوك وتابع حد عشان ما حدش يجي يكلمني يقول لي يا سياده الرفيق، انا يا ابني انا مش رفيق ولا حاجه، وانا مش هبقى رفيق. صدام نفسه ما عادش رفيق، صدام نفسه بقى بتاع ربنا، بقى ملاك. اقول لكم على سر، الرئيس صدام حسين حفظ القران، وانا كنت انا حافظ القران ما شاء الله برقم الايه بفضل ربنا عليا سبحانه وتعالى، وانا بتكلم مع الرئيس صدام، فكنا هو على فكره اللي طرح، هو اللي طرح فكره محاكمات نورنبرج وانا بتكلم معاه، فبقى يكلمني بالقران، فبقيت انا مذهول، وانا انا قاعد قدامه بقى كان انا المصحف يعني بفضل الله يعني حافظه يعني برقم الايه. لا ايه الراجل بيقول ايات، قال ايات مثلا يجي 60 ايه في اللقاء الثاني ده مثلا، كتير جدا ما شاء الله. فلا فصدام بقى حاجه ثانيه، بقى قائد رباني، ما هو ده اسمه. ولذلك هو في مكالمه، انا عاوزكم تدرسوا مكالمته الهاتفيه مع حسن العرج، ارجعوا لها ادرسوها دراسه مستفيضه وانتوا تعرفوا كل حاجه. الراجل قال كل حاجه موجزه في كبسولات، قال هرجع، قال هعمل، قال بنعمل، قال في تحول، قال القيادة بتتحول، بنتحول في القيادة وفي الزعامة بشكل آخر، مش واقف عند إنه يلبس البدلة الميري وعليها المعرفش إيه ويقف يعمل التحية. لا ده بقى حاجة تانية. صدام بقى حاجة تانية، بتاع ربنا بس قائد بقى ملهم، تصور حاجة تذهلك، مش وقت، أنتوا هتفاجئوا بالعظمة. الراجل جوبلز بقى وزير الدعايه، قلنا ان هتلر انتحر وهيملر انتحر بالسم، جوبلز عمل ايه بقى؟ شوف يا اخي، شوف القيم، شوف الشجاعه. جاب مراته وبناته الاربعه، بناته، انا عندي اربع بنات بالمناسبه. هتلر الراجل هيملر يجيب بناته الاربعه ويقول لزوجته حط لهم سم، يلا عشان نلحق بالقائد، تقول له يلا بينا. وتروح حاطه للبنات ويقول احنا جعانين، تقول لهم اتفضلوا الاكل. تعالوا كله وياكلوا، وهي قاعده تتفرج عليهم كده على ما يموتوا. ساعه ما ماتوا راحت موطياهم وراح واخد مسدس، وهي واخده مسدس، وخرجوا في الجنينه بره وقال لها يلا انت اضربي عليا وانا اضرب عليكي. ضربوا مع بعض، واحد اثنين ثلاثه ضربوا وقعوا ماتوا. ايه ده؟ انا مش مع الجريمه دي، ومش مع جريمه قتل العيال، مستحيل اعمل كده. لكن انا بكلمك على بيقعد الايديولوجي للايمان بالقائد. انا ديني ما بيقولش انتحر ابدا ولا اقبل ذلك، ولا حتى اعمل اللي عمله هتلر، ولا اعمل حاجات من اللي عملها صدام حسين في معركه، ولا اعمل حاجات من اللي عملها اي حد. لكن انت قدام قيادات تاريخيه لازم تستوعب، فتخيل ده. تعال بقى لايه؟ لجيورنج عمل ايه؟ اللي كان نائب هتلر. الراجل ده مفكر كبير،
بيواجهوه بقى في الايه؟ ممثل الادعاء الامريكي كان اسمه روبرت جاكسون. اه ما هو تاريخ لازم تعرفه، لازم تبقى عارف تاريخ الدنيا كلها ماشي ازاي، امال تبقى راجل بتاع فكر ازاي، او راجل جاي تنعيش من ازاي. ف روبرت جاكسون قال لك بقى اما امسك ده، ما هو ده الراس الكبيره بعد هتلر، قال لك لازم امسكه اهد بيه المعبد. لكن ما يعرفش ان هو بيتعامل مع راجل عبقري، تلميذ العبقري الاكبر، تلميذ هتلر وصديقه. فقال له ايه بقى؟ بيقولوا له انتوا عملتوا معارك، انت خططت المعارك واشعلت معارك وخططت وعملت حاجات كبيره جدا جدا، انت عشان كده انت مجرم حرب. الراجل بمنتهى الهدوء خالص فراح قلع السماعات من ودنه بتاع الترانسليشن الترجمه، وراح حاططها وراح حاطط له ظهره في المحاكمه وما رضاش يتكلم. دي اهانه. قالوا له في ايه؟ اهدى بس، انت عاوز ايه؟ اهدى. قال لك انا بيكلمني واحد دولته راميه على اليابان في هيروشيما وناجازاكي قنابل نوويه. انا عاوز اللي يحاكمني واحد ما يكونش مجرم حرب. هذا اول قلم خدته المحاكم، وخده النظام الامريكي والبريطاني والروسي. فانت قدام لازم تبقى قدام قاده، مش يجي يقول لك في حادث الدجيل تم هدم 14 بستان. ثانيه يا ابني، بستان ايه يا ابني؟ انت بتحاكم نظام وحزب وقاده وجرائم بتقول عليها، اعمل محاكمه دوليه تاريخيه عظيمه تشرف، تشرف القضاء والمحاكمات. انما بتعمل كرتون بمشخصاتي، عيب. طيب قام الراجل خلاص حط السماعات تاني وقال له اتفضل. فالراجل قال له برضه انا بوجه لك تهمه ان انت كنت بتنقل اسلحه وذخيره ومواد غذائيه وطعام للجيش بشكل سري. شوف العبقريه في الردود. رد جيورنج قال له ايه؟ قال له والله حسب علمي انا اعرف ان الولايات المتحده الامريكيه لسه ما نقلتش المؤن بتاعتها عن طريق الصحف والتلفزيون بس مباشر، ده بيبقى سر طبعا. الولايات المتحده يا ترى بتنقل طعامها لجنودها وغذائها على البث مباشر وفي الصحف؟ قالوا لا والله كلامك صحيح، معلش احنا اسفين. فدي اسمها الايه؟ اسمها عظمه القياده. وراح جاي بقى جايب له عبارات لفرانكلين ديلانو روزفلت الزعيم بتاعهم بقى والقياده بتاعتهم والرجل الحلم، وقعد يقول له ايه؟ ان الديمقراطيه لم تنفع اوروبا، ما هو ده من خطاباته يا روزفلت. كان بيقول بقى ان الديمقراطيه لم تنفع اوروبا حين جاءت بحكام ضعاف لا يقدرون على حل مشكلات بلادهم، وان وان وان. قال له مش انتوا بتقولوا كده؟ ان الديمقراطيه هي الحل. هل الديمقراطيه بتاعتكم ان انتوا تضربوا هيروشيما وناجازاكي؟ هل الديمقراطيه بتاعتكم انكم تعملوا على برلين وعلى المانيا ضرب يسد السحاب ويسد الشمس وتضربوا المدنيين؟ احنا ضربنا مدنيين يا اخي، ما نضربوش انتوا مدنيين، اضربونا احنا. فاحنا ارتكبنا جرائم حرب، انتوا كمان ارتكبتوا جرائم حرب، لكنني لا اعترف بان انا ارتكبت جرائم حرب، لكن انتوا العالم كله شاف جرائمكم اللي بتذيعوها في الافلام دلوقتي. هزائم وانتكاسات من نوربيرج للي بيحاكم. اديني هزيمه واحده سعادتك للمسلسل الهايف والفيلم المسخره بتاع محاكمه من قال عنه صدام حسين. فانت قدام محاكمه تاريخيه، مش عاوز اقف عندها كتير، لكن عاوز اقول لك هيبي. شوف بقى، خلي بالك، راحت جايه المحاكمه شاريه البرت شبير وزير الصناعه. ويبدو ان القاده والزعماء موعودين مع وزراء الصناعه. انا اسف، مش عاوز اعمل جروح للسيده رغده صدام حسين ولا السيده رنا، ولا عاوز اتكلم على احداث الاردن، ولا عاوز اتكلم على التاريخ والمأساة، لانها غلط، وغلطة الشاطر مش بسنة، بمليون سنة، بل بالعمر كله. انا مقدر احزانهم، ومقدر اطرحهم، ومقدر المواقف، وعارف انها كانت غلطة كبيرة جدا 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 من صدام كامل وحسين كامل. لكن رحمه الله وحدث ما حدث، وانا اتكلمت في كتابي الكبير الحقيقة اللي حقق برضه مبيعات كبيرة قوي، اللي هو المحاكمات السياسية والعسكرية للزعماء والقادة وكذا. الحقيقة ان البرت شبير، المحكمة اشترت البرت شبير، كان الصديق الانتيم المقرب لادولف هتلر. يعني ادولف هتلر يعشق
ايفا براون كامرأة ويعشق البرت شبير كصديق. راجل كان معماري صغير كده، جابه اهتم بيه، هو ابن البرت شبير الكبير كان برضه معماري، وجابه عمل بيه تاريخ وراح مخليه وزير صناعه ووزير عسكريه ومخطط للحرب في المعركه الحرب العالميه الثانيه في اخرها. وبعدين يروح يبيع القائد، فحتى البياعه ممكنه وحتى الخيانه ممكنه، كل شيء ممكن، كل شيء متاح، كل شيء حاصل، كل شيء يكسب. فانت قدام دروس كبيره جدا. يعني جيورينج يدافع عن القائد والزعيم، قادة آخرين يدافع عنه، واحد رودولف هيس يتجنن ولما يطلبوا منه يشهد على زمايله يفوق ويعقل، وشبير يبيع عشان بدل ما يعدموه يديله سجن مؤبد. انت قدام ملحمة فيها كل شيء. فهل محاكمة من قالوا عنه صدام حسين كانت ملحمة ولا كانت فضيحة؟ أنا لا أريد أن أخذ وقت حضراتكم أكثر من كده، استحملوني، انتظروا قريبا إن شاء الله كل المفاجآت وكل الخير. لكن ظهور القائد صدام حسين مرتبط بالمعركة الفاصلة، مش أنا جاي أقدم لظهور صدام بعديها بساعتين أو بيوم أو بأسبوع. ستحدث المعركة الفاصلة قريبا، وسينتصر القائد، وسيتغير التاريخ، وسيظهر قائدكم صدام حسين ليحدث النقلة النوعية في تاريخ الأمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.